السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. استعرضوا إياكم الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأها شمالا، سكاكا طقس حار 39 إلى 26، عرعر 38 إلى 24، أما تبوك 37 إلى 23. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس حار 43 إلى 28، جدة 36 إلى 25، مكة المكرمة غبار خفيف 41 إلى 29، والطائف تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 إلى 24، أبها 32 إلى 20، أجازان 33 إلى 30. المنطقة الشرقية الدمام طقس حار 44 إلى 28، حفر الباطن 44 إلى 32، أما الإحساء 46 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 29، بريدة 44 إلى 29، أما حائل غبار خفيف 41 إلى 26. إلى اللقاء.